ده شكل الفستان في الاخر خالص اتعمل بنفس الصورة ونفس الشكل ونفس كل حاجة. اهم حاجة بس تتفرجي واحدة واحدة، واللايك الجميل والتعليق الاجمل. ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا احمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا يا جماعه مع بعض بفستان خروج بصوره سهله وبسيطه قوي. الفستان لكل المقاسات وكل الاحجام، اهم حاجه بس انك تتفرجي من الاول لحد الاخر، وصدقيني فكره هتعجبك قوي. واهم من تتفرجي لحد الاخر اللايك والتعليق والاشتراك، واهم من اللايك والتعليق والاشتراك الصلاه على سيدنا النبي. بنصلي عليه مره، صليت عليه 10، بنصلي عليه 10، صليت عليه 100، بنصلي عليه 100، صليت عليه 1000، وبنصلي عليه 1000. حرم جسد على النار. وطبعا لو بتحبيني وبتحب القناه اكيد هتعملي مشاركه مع اصدقائك عشان تتفرجوا على الفيديو، ناس كثيره تتفرج على الفيديو وتستفاد منه. اهم حاجه اللايك والتعليق والاشتراك. يلا بينا يا جماعه، وما تنسيش الصلاه على سيدنا النبي. يلا بينا نعمل فستان بصوره سهله وبسيطه. تاني يا جماعه مع بعض، وهنبدا نعمل فستان خروج بصوره سهله وبسيطه قوي. اهم حاجه تتفرجي من الاول لحد الاخر، ويلا بينا نبدا نعمل الفستان بصوره سهله وبسيطه. معايا البطرون الاساسي من الصفر زي ما انت شايفه اهو، هنبدا نعمل عليه التعديلات بتاعتنا. بصوا بقى دلوقتي، اولا كده هجيب لون مختلف عشان اشتغل بيه التعديلات بتاعتنا. اول تعديل معانا هنا في الفستان بتاعنا الخروج ده، اولا كده هنبدا نيجي وننصف دوران الوسط اللي المفروض دوران الوسط بتاعي المفروض يبقى 8 سنتي. تمام كده، لحظة واحدة اعمله باللون الاسود عشان اوريهولك. المفروض دوران الوسط بتاعي بيبقى 8 سنتي. تمام، انا عايزة اعمل بنسة في الوسط. طيب البنسة دي انا هبدأ ان انا اعملها هنا اهو، وهنصف دوران الوسط ده. بقى معايا كام؟ بقى معايا 4 سنتي. وهاجي عند 4 سنتي كده واروح طالعة مسافة طول البنسة بتاعي بالشكل ده، وبعدين هنبدأ ناخد هنا مسافة 1 سنتي وهنا مسافة 1 سنتي. تمام، طيب دلوقتي لازم اعمل تعويض للبنسة دي وحجمها. التعويض ده هيبقى ايه؟ هيبقى الاتنين سنتي دول هنا اهو، 2 سنتي دول رجعتهم هنا تاني، يعني انا عملت تعويض. تمام كده، تمام. طيب بعد ما عملت البنسة بالشكل ده، هبدأ بقى ان انا اجي كده من عند الكتف وابدأ ان انا نصف الكتف بتاعي ده او كتف اهو 3 سنتي، هو 6، انا قسمته على نصين بقى 3. تمام، عملت نقطة هنا، وهبدأ ان انا اوصل نقطة الكتف مع نقطة البنس عشان اعمل خط عمودي بالشكل ده. تمام، طيب دلوقتي بقى نبدأ ان احنا نقص. لحظة واحدة، طبعا لما هنقص هنقص كده بقى من ايه، كل العرض بتاعنا ده اهو بالشكل ده، وبعدين هنبدأ نعمل كده. طبعا بالنسبة للقصة موجودة معانا خلف وامام، خلف وامام، والبنسة نفس الحكاية اهي. تمام، نركن ده كده على جنب عشان محتاجينها، وهنبدأ نعمل بقى القصة. لحظة واحدة، الشكل ده هبدأ افتح بس المسافة دي اهي. طبعا انت نسيتي تعملي لايك، بعملي لايك بقى وقولي لي رايك ايه. وادي القصه بتاعتنا يا جماعه، ده بالنسبه للخلف اهو، وده هنا الامام. لحظه واحده، اهو الامام، استنيه بس نلم الاجزاء بتاعتنا دي كلها ونركن الخلف ده على جنب اهو، نركن كل الاجزاء على جنب ونجيب ايه القطعه من اول تاني، وهنبدا ان احنا نعملها كده اهي بالشكل ده بالشكل ده، وهنبدا نركب دي بالشكل برضك ده. دلوقتي هبدا ان انا اعمل كده، وهبدا ان انا اعمل ايه بقى، اجيب الدباسه وادبس الاجزاء بتاعه البنس الاول، هتبقى بالشكل ده. طبعا انا هنا عملت التصريف وفي نفس الوقت عملت القص. تمام، وهنبدا بقى ان احنا نعمل ايه، نوصل. لحظة واحدة، طبعا الموضوع سهل بسيط قوي، مفيش اي حاجة، اهم حاجة بس انك تتفرجي واحدة واحدة، واللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناة عشان خاطر يوصلك كل جديد احنا بننزله اول باول، وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد انا بنزله اول باول. يعني بعد ما تشتركي هتلاقي كلمة كده اسمها تفعيل الجرس، وهي دي اللي احنا عايزينها. بصوا بقى يا جماعه دلوقتي، ادي الفكره بتاعتنا اهي، استنيني بس كده، خليني اعملها لك اهي. بصي كده كده
بالشكل ده، شايفه ازاي؟ هبدا اركب التانيه زيها، وبعدين هنبدا نفتح في النص عشان نعمل المربط بتاعها. تمام. طبعا هنوصل اول من تحت، سيبوكم اللي فوق دلوقتي، خلونا مع اللي تحت الاول. معلش بصوا، هنبدا نوصل من تحت الاول كده اهو. وبعدين نبدا نلف دي بقى كده اهو، نبدا نعمل كده اهي كده. بالشكل ده. تمام. بالطريقة دي اهي، شايفة ازاي؟ طيب دلوقتي بقى هبدأ افتح في النص كده هنا. عشان اعمل المرد بتاعي. طبعا عشان خاطر اخليها تبقى متساوية، كان لازم ان انا ادبس الاحرف بتاعتها. وهبدأ بعد كده ان انا اتني كده المرد بتاعي بالشكل ده اهو. بصوا، وهنتني كده اهو، شايفة ازاي؟ كده. وهنكمل لحد النهاية. طبعا هنحتاجها في النهاية عشان خاطر ايه، زي ما انت عارفة، هنركب الاتنين. تمام اهو بالشكل ده كده. هركب المرد التاني وارجع لك عشان خاطر اوريكي بعد كده باقي الفستان هنعمله ازاي. بصوا يا جماعه، دلوقتي ادي المرد قفلت اهو مع بعض، عملت القطعتين نفس الحكايه اهو. بصوا بالشكل ده. تمام. هبدا بقى ان انا اجيب القطعه دي افردها كده، وافرد القطعه دي كده او بالشكل ده، وابدا ان انا بعد كده ادبس هنا كده في النص، لان اولا المرد الموجود معايا في الفستان ده مقفول زي ما انتي شايفه كده اهو، شايفه ازاي؟ لحظه واحده، وهنبدا نقفل كده اهو كده. استنيني بس بالشكل ده. تمام اهو. طيب بعد ما قفلنا كده المرد بتاعنا، هنبدا بقى نجيب الالوانات عشان نعملها، نعمل له بالظبط كده زراير، بس اي لون يكون مختلف يبقى تقيل اهو، يبقى تقيل كده بالشكل ده. طيب بعد ما عملت كده بقى هعمل ايه تاني يا مريم؟ بعد ما عملت الخطوات دي خطوة خطوة كده، هنعمل ايه تاني بعد كده؟ هنبدأ نعمل الجيبة بتاعت الفستان بتاعنا. نبدأ نعمل الجيبة بتاعت الفستان بتاعنا، نركن ده كده على جنب، ونجيب القطعة بتاعت الجيبة لحظة واحدة. بالمناسبة في لياقة في التصفيق، التفصيلة بتاعتنا والتفصيل بتاعنا او الفستان بتاعنا، في لياقة ولياقة سهلة وبسيطة قوي، ما فيهاش اي حاجة. الجيبة معانا انفاذية. تمام. الجيبة معانا انفاذية، هنجيب دوران الوسط كده وناخده عشان خاطر ايه، اننا بناخد من على الماريكان للجيبة بالظبط. دوران الوسط معايا بالظبط هيبقى 8 8 وربع، 8 وربع اهو كده. تمام. بعيد عن النص بشوية. وبعدين ننزل بطول الجنب من هنا كده، طول الجنب 10 سنتي هننزله. وبعدين نحط دوران الارداف، ولما نقول جيبة انفاذية بناخد اكتر من دوران الارداف، وممكن ناخد نفس دوران الارداف، فلو اكتر اهو هيبقى كده اكتر. تمام. طب ناخد نفسه، تعالوا ناخد نفسه احسن، يبقى خلينا متجسم احسن، ويبقى كل حاجة متجسمة بس ايه، نازل على واسع اهو. بالنسبة بقى للسلبي المحطوط في الجيبة، لما نبص في الجيبة هنا كده هنلاقي قطعة كاملة قماش في الاخر خالص اتفصلت بستانة. الستانة دي يا جماعة معمولة، ممكن تركبيها على الجيبة من فوق من هنا كده اهو بالشكل ده، وتبقى لونها مختلف. تمام. اهي بالشكل ده كده، لحظة واحدة اهي كده بالطريقة دي.
طيب وهنبدأ بعد كده ان احنا نعمل ايه بقى. نجيب الجيبة نبدأ نكتب التفصيلة كده بتاعتنا اهي، نبدأ ان احنا نوصل بالشكل ده لحظة واحدة اهي بالصورة دي وبالطريقة دي. استنيني في هنا زيادة بسيطة قوي، الزيادة دي طبعا بالنسبة لي انا هقصها عشان اوريكي شكل الفستان في الاخر اتعمل ازاي. بالنسبة لك انت لا، بالنسبة لك انت هتدخليها اصلا مع الامام والخلف والحاجات دي كلها. تمام ادي يا جماعة شكل الفستان اهو، لحظة واحدة بقى كمان اعمل اللي عشان خاطر نكون جهزنا كل الادوات بتاعة التفصيلة بتاعتنا او الفستان بتاعنا. قطعة عادية من الورقة اهي، هنبدأ ناخد ربع دوران الخلف، ربع دوران حردة الخلف، وربع دوران حردة الامام، ونبدأ نجمعهم مع بعض. طبعا هيطلع لي في الاخر 11 سنتي، لان الخلف 4 سنتي والامام 7 سنتي. وبعدين هنبدأ ننزل بالعرض بتاعنا، العرض بتاعنا هيكون 7 سنتي بالظبط. وبعدين هنبدأ ان احنا نعمل خط نفس الخط الناحية التانية، خط موازي. وبعدين هنبدأ نعمل المرد بتاعنا من هنا من على الطرف، ونطلع مسافة 1 سنتي من هنا اهو، ونطلع من هنا مسافة 1 سنتي برضك. وبعد كده ناخد مسافة 7 سنتي بتوع الامام، وبعدين نوصل بالشكل ده كده اهو. تمام وبعدين هنبدأ نيجي كده اهو، وننزل مسافة 1.5 سنتي، وبعدين هنبدأ نعمل كده، وبعدين هنبدأ نرتفع مسافة 1 سنتي بالظبط، ونوصل اول اللياقة بيه. وبعدين نبدأ ان احنا نيجي كده وناخدها على مفيش في اللياقة، وبعدين نبدأ ان احنا نقص اللياقة بتاعتنا بالصورة السهلة البسيطة دي اهي. شايفة ازاي الموضوع سهل قوي وبسيط قوي بالنسبة للياقة، بالنسبة لياقة الفستان. طبعا ممكن تعمليها زي الفستان بلون مختلف. لحظة واحدة بقى، ادي يا جماعة شكل اللياقة اهو، ادي شكل اللياقة. اللياقة دي عشان خاطر تعمليها على القماش محتاجة منها، محتاجة انك تقصي قطعة زي دي بالظبط تانية، او قطعتين زي دي بالظبط تانية من الفازلين، وتبدأي تقصي قطعة تانية برضك من القماشة اللي انت هتستخدميها، وتبدأي تلزقي قطعة من الفازلين هنا والقطعة في الاتجاه التاني عشان خاطر يبقى اللياقة بتاعتك ناشفة وجديدة. طب يا مريم انا ما عنديش فازلين، يبقى خلاص يبقى هتستخدمي قماش بطانة اللياقة، وده برضك بيبقى جميل قوي وسهل وبسيط قوي. لحظة واحدة بوريكي شكل الفستان كله على بعضه اتعمل ازاي بصورة سهلة وبسيطة قوي. بصوا يا جماعه ده شكل الفستان في الاخر خالص، اتعمل بنفس الصوره ونفس الشكل ونفس كل حاجه. اهم حاجه بس تتفرجي واحده واحده، واللايك الجميل والتعليق اجمل، واشتراك في القناه. وكل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. في امان الله، مع تحيات تعليم الخياطه مريم محمود. يا رب تكون تفصيله سهله وبسيطه وعجبتك. كل سنه وانتم طيبين، في امان الله. بصوا يا جماعه التفصيله اتعملت ازاي، الفستان شايفين اتعمل ازاي بصوره سهله وبسيطه قوي.